سلام، كيف حالكم؟ اخباركم اليوم رجع لكم بمقطع جديد، لكن قبل ابدا اتمنى اني تضغط لايك واشتراك والله يعطيك الف عافية. مقطع اليوم راح يكون انا افضل شجرة لهايرمان وبليغوس، فخلونا نبدا الحين. بسم الله. الشجرة هذه اللي راح اعطيكم اياها اللي هي دمج عالي مثل ما تشوفون. انا ماني مهتم في البطل هذا، لكن هذه الشجرة صوروا الشاشة وبعد 5 ثواني راح انتقل. 1 2 3 3.5 4 4.5 نقول 5 5. خلاص عندنا البطل الثاني اللي هو بليجوز. الشجرة هذه اللي راح اعطيكم اياها اللي هي حماية، يدافع عن قريتك. افضل شيء عشان تستخدم البطل هذا خله على الحماية، لانه راح يساعدك كثير. هذه الشجرة مثل ما تشوفون صور الشاشة، 1 2 3 خلاص صورته صح. يلا مثل ما تشوفون انا قاعد الحين استخدم ليجس، مثل ما تشوفون مستخدمه حامي ثاني اللي هو حامي قرية، انصحكم فيه لانه راح يدافع عن قريتكم شرف، يعني يقاتل من اجل السلام. وبس كذا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى عجبكم، يعطيكم العافية على المشاهدة وسلام.